حسود ما على هذه الأرض أرض مثل أرضي، هي أرض مكة، أرض الموهوبين البارعين المبدعين. وصلت الكرة إلى جيج الجيج الجيج، الله حلوة يا الله على كفها، الله على الإبعاد العبودي. سلام سلام، نقلة قصيرة وتمريرة إلى ماجد علي، عودة إلى فتاح فتاح فتاح، وقف على كرة عنان. الجيج 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 يتقدم أحمد، يمرر الكرة في مكان عادت لأحمد الجيج. يا أحمد عدى أحمد، عرضية مقروعة مقطوعة بهذا الشكل تصل إلى الثلاجة. عزوا للي عزوا للي يا لعيب، يا فنان يا عزو، يا مهاري يا عزو، يا جمالك يا عزو. الله على الانطلاقة، الله على المرور. أحمد يعود بالكرة إلى الوراء، نظرة إلى بكر ثم التمريرة أمامية مبعثة. وصلت المتعة مستمرة، الإثارة حاضرة لم تبدأ بعد حتى الآن، حتى الآن هي في لحظة من لحظات جس النبض. حتى الآن لم تهتز الشباك، وبما أن الشباك لم تهتز فهذا يعني أننا لازلنا ننتظر مزيد من المتعة. وصلت الكرة إلى جحفلي ثم وصل الزويبي، وصل يا وصل، يرسل الكرة إلى الأمام تتحول بهذا الشكل، تمر وتنقضي إلى جانبية لدى عبد الفتاح. عبد الفتاح يرسل الكرة إلى عناد، اليزيدي إلى لؤي، سرعة الكرة وتصل إلى بكر مراعي، مراعي إلى باولو، باولو يتقدم، باولو يمرر الكرة في مكان، دوران رائع، عودة إلى باولو ثم وصل الزويبي، وصل إلى باولو، باولو إلى من التقدم. يا الله يا الله، عودة إلى ماجد، تمشي الكرة تتبدل الكرة تعود الكرة، ماجد علي بهذه الصورة. وصلت الكرة إلى جمال، رمية جانبية نشاهد الآن ونتابع اللمسة اللي إلى الأمام. يا سلام، الله 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 الله، حلوة حلوة منك يا جيتي، يا الله على أحمد محمود جيتي، هذا النجم هذا الشبل من ذاك الأسد. يا الله يا أحمد، يا الله يا أحمد، بذكريات الوالد رحمة الله عليه. أحمد محمود جيتي ينجح في التسجيل، ينجح في التسجيل، الله عليك يا أحمد، الله على الجيتي اللي يسجل الهدف الأول، يؤكد بأنه هداف من الطراز الرفيع. واحد صفر، هدف دون مقابل. الآن خذ لك مباراة، الآن استمتع بالمباراة بعد أن اهتزت الشباك. يا عزو للي ديسكو، يا ديسكو، وين كنترولك يا كابتن، وين ذكرياتك يا ديسكو؟ الكرة تبعد وتصل. أصدقاء وفريق عبد الرحمن الفني منتخب الغربية يتقدم على أكاديمية نور بهدف دون مقابل. واحد صفر، للقصة بقية وننتظر لنرى ونشاهد. الكرة إلى الأمام، باولو، باولو يلعب الكرة، وصلت الآن المحاولة، عبودي يلتقط الكرة، التقاطة جيدة سريعة سريعة سريعة. عز للي، عز للي، مرر الكرة حلوة حلوة للفلاتة، عرضية تبعد تصل اللعبة إلى مراعي، مقطوعة مقطوعة، وين تروح ما يمديك. وصل الزويبي موجود، وصل استلم يتقدم، وصل يفكر يمرر، الصدور عدى، اليزيدي يتدخل والكرة تتحول. رتم سريع، أداء رائع، أداء سلس، أداء ممتع، أداء جميل في شوط أول، في فترة أولى، في مباراة تستمر بجمالها بروعتها. كل هذا وأكثر في افتتاح روسيل، المنشأة الجميلة، المشروع الحديث، القمة لا زالت مبكرة بين أكاديمية نور ومنتخب الغربية. شف شف مهند، شف شوف مهند، شوف شوف المرور. يا الله يا الله يا الله، كم كبير من التفاهم، كم كبير من التناغم، كم كبير من الانسجام. لمسة في مكان حلوة جدا، وين يا وصل، وين وين وين، بعيدة يا معلم، بعيدة يا وصل. عدت الكرة، مرت بهذه الطريقة، ركلة مرمى لصالحي، طريقي أكاديمية نور لدى عبودي. استمتعوا بالأجواء واستمتعوا بالمباراة، واجعلوا من لقطات هذا اللقاء لقطات المتعة للإثارة للمرح للتحدي للجنون لمتابعة كرة قدم رائعة راقية. مرت الكرة، وصلت المحاولة، شاهد الآن السيطرة والاستلام. عدت الكرة، نقلة أمامية، الاستلام من وصل، زويبي يمرر، شوف الكرة تمشي، الكرة تتبدل، الكرة تعود، الكرة للمنتخب الغربي، الكرة أمامية تتاح، يبعد صقور يتقدم، وصل زويبي، استلم زويبي، عدى عدى زويبي، يمرر الكرة. حدث النقلة حلوة بالكعب، يا معلم يا معلم يا معلم يا معلم، يا وصل يا معلم، يا كعب يا عالي، فتاح يتدخل، صخرة الدفاع
يقعد اليزيدي الموسيقار السلام، عينك عليه عينك على الفنان ماجد علي المايسترو، الى الموسيقار اليزيدي اليزيدي، الى الديسكو الديسكو الخضراء الديسكو الذكريات، حتى القادر يمرر الكرة تفتك تبعد تصل الى مهند، مهند يقود التحول يبدأ الطريق بهدوء كبير، لمسة الى مراعي عودة الى باولو، باولو استلم الكرة ثم جحفلي جحفلي يمرر الكرة الى وصل الدوابي، وصل الدوابي وصل يا فن يا فن يا ابداع يا وصل، الله يا جيزي الله، مرت الكرة ديسكو يغادر يترك ارضية الملعب بتحية كبيرة النجم السابق اللاعب اللي كان نجما مشعا في تاريخ اكاديمية نورة، سماء الكرة المكاوية يغادر، وصلت الكرة الى لؤي ثم ماجد علي ثم نظرة الى الامام، يا سلام ديمبلي البديل يتقدم ينطلق يبحث عن المرور والهروب، لمسة امامية الى تغطية جيدة وابعاد، مرت الكرة الى كورنر عدت الى الزاوية وحصص نتيجة المباراة وحصص نتيجة هذا التحدي. شاهدنا العجز للي خطأ لأكاديمية نور، ملعوبة الكرة يا الله، بالتفاهم الجميل ينجح لؤي في أن يعيد أكاديمية نور إلى المباراة من جديد، واحد واحد الآن التعادل الإيجابي، أطفال مكة لا يتأخرون كثيرا لأنهم يعرفون من أين تؤكل الكتف، يعودون إلى اللقاء واحد واحد، خذ لك الآن مباراة واحد واحد، عدنا إلى نقطة البداية واحد واحد، روعة الحكاية واحد واحد بين منتخب الغربية وأكاديمية نور بتعليمات الأسطورة محمد نور وتوجيهات الأسطورة يا الله. الجيزي أحمد المزعج والمشاغب يواصل تألقه في اللقاء، والكرة تتحول إلى رمية جانبية من كونة أمامية متابعة، جحفلي يتابع تأمين دفاعي من ناصر، تبعد الكرة تصل اللعبة صخور إلى مراعي، مراعي في منتصف الملعب يا مهند، عناد الجيزي عناد يتقدم، عناد عدى عناد مر، الكرة تصل ديمبلي صافرة خطأ، كرة ثابتة لصالح فريق منتخب الغربية، الكرة الثابتة لمنتخب الغربية، بصراحة هذا العطاء هذا الأداء هذا الجمال الذي تشاهده داخل أرضية الملعب، واللاعبين متحررين من كل تلك الضغوطات التي يمكن القول بأن اللاعب عندما يلعب وعندما يكون ينافس على لقب أو على نقاط أو على بطاقة تأهل فإنه قد يكون في عطاء وأداء من خلاله ثمة الضغوطات، ولكن بمثل هذه اللقاءات الجميلة الودية الأخوية الرائعة التي من خلالها اللاعب فقط يفكر بكيف يستمتع ويمتع ويقدم أفضل ما لديه وأجمل ما لديه بالعطاء وأداء بغض النظر عن النتيجة قادم اللحظات، وأن الأجواء هي أجواء مشاركة نعم، أجواء استمتاع نعم، مرت الكرة عدت بهذه الطريقة، مرت الكرة إلى تماس، تحولت إلى رمية جانبية، تحولت إلى رمية جانبية، ملعوبة إلى الأمام، الضغط يستمر، شوت واضح، شكرا من القلب إلى القلب، شكرا للشيخ أحمد بن عابد الشيخ الراعي الرسمي لهذا اليوم، لهذه المنشأة، لهذه الأكاديمية، شكرا للأستاذ أحمد الأنصاري، شكرا للكوتش الكابتن ساري الشريف، شكرا كذلك للكوتش إبراهيم عبد الكريم، كابتن عبد الرحمن الفني، شكرا عيسى والنقل الإعلامي، شكرا لكل اللاعبين المخضرمين الذين لقوا الدعوة شاركوا في المناورة السابقة، شكرا لأكاديمية نور، وجزيل الشكر للأسطورة الكابتن محمد نور على قبول الدعوة وعلى كذلك مشاركة الأكاديمية في هذا الحدث، وصلت الكرة شكل اللعبة يا الله يا الله على التغطية من لؤي، من أعادهم إلى اللقاء يرفض بأن يتأخر الفريق من جديد، وصلت الكرة بلعبة أمامية فتاح يبعد الكرة، شاهد اللعبة المتابعة المتابعة نظرة وتمريرة، جيتي يا جيتي الكرة تبتد تبعد تصل إلى ديمبلي، تقدم الآن هروب الآن، ديمبلي فنان، وصلت الكرة إلى فلاتة عالية تبعد من المراعي، وصلت إلى الصخور، وصلت الكرة في منتصف الملعب النظرة، تمريرة من فتاح عودة إلى ديمبلي أو هذا فلاتة، هنا ديمبلي هنا النظرة هنا اليزيدي هنا المحاولة، السقوط والتعثر والخطأ، يلعب بشكل سريع ما في وقت يلعب يا كابتن ماجد علي يتقدم، أسيست خيالي يا ماجد، جحفلي يبعد والكرة تصل إلى فلاتة السلام يتقدم ينطلق
القلق يبرر. حلوة اللمسة حلوة اللعبة، الله على التدخل والإبعاد والإنقاذ، والكرة تعبر الآن بهذه الطريقة تتحول إلى ركلة وإلى كرة ثابتة. كل هذا في يوم أول في حفل تدشين، في يوم انطلاق أحداث رياضية متنوعة مدورة على أرضية هذا الملعب. كم من الملاعب، كم من الأكاديميات، ولكن روسيل تفرج في المسمى، تفرج في التدشين. وصلت الكرة إلى اليزيدي، يتقدم ينطلق، أرضية أرضية، الله الله الله، حلوة حلوة ردة الفعال. وهذا اللي يفعل كل الجنون، كل الجنون، كل الجنون. هذا الموسيقار عناد اليزيدي، موهوب بالفطرة، لعيب بالفطرة، ينجح في أن يعيد أكاديمية نور إلى التقدم من جديد. 2-1، الله يا عناد، الله يا يزيدي، الوافد الجديد، بطل المملكة. عناد ينجح في أن يعيد أكاديمية نور إلى التوهج من جديد. 2-1 الآن، في حضور رائع، في تواجد جميل. 2-1 النتيجة، 2-1 أكاديمية نور، بالصلابة، بالرغبة، بالقيمة، بجودة الأسماء، بجودة اللاعبين. بطل مكة يتقدم على منتخب الغربية، بطل مكة يتقدم. نشاهد الآن ونتابع، كمان زعلان نصاب البطارة، نشاهد الآن حتى معلش ما قال له والطارق مع الحكم، نشاهد الآن ونتابع. خطا وكرة ثابتة، ضربوا وكمان زعلان الحكم يقول مفاول وركلة عدم. خطا وكرة ثابتة الآن لصالح أكاديمية نور. المتابعة واقفة، نشاهد ونتابع. ولا قال له معلش روح يا هوش الحكم ليش فاول. والكرة الثابتة لأكاديمية نور، متابعة وانتظار، ترقبوا كرة ثابتة. أنا أنزل خليني أبدا الحين، خليني أبدا كذا الحين أنزل. شاهدوا المتابعة هذه الكرة الثابتة، الانتظار وترقب لمتابعة اللقاء. 2-1 النتيجة. فراعي في الشوط الأول، كرة ثابتة، لعبة قادمة. وين راح تروح هذه اللعبة؟ ترسل للعارية عرضية إلى الأمام. هذه الانتشقة التي تخدم توجه المملكة العربية السعودية في زيادة نسبة الممارسين الرياضيين. اليوم شاهدنا كيف أن الملعب فيه مشاركة لكافة شرائح المجتمع، صغارا كانوا أو كبارا، تواجد مميز وجميل، يبدي مزيد كذلك من العطاء والأداء والانتظار للأكاديمية، وتكون كذلك من الأكاديمية الرائعة. الله حلوة حلوة راسية ثنائية تعيد منتخب الغربية، تعيدهم إلى اللقاء من جديد. اثنين وليد فلاتة ينجح في أن يعيد فريقه إلى المباراة من جديد بهذه الرأسية الرائعة. وليد أبو الوليد ينجح في أن يعيد فريقه. 2-2 حبايب الفريقين، 2-2. شو هالزين، شو هالزين، إلا الزين كله في روسيل، في روسيل. 2-2، شو هالزين اللي بيغسل العين. وصلت الكرة إلى جيجي، يتقدم عبودي، يتصدى، والكرة تتحول إلى كورنر. 2-2، كل هذا في شوط أول، كل هذا في ظهور أول، كل هذا في بروز أول للملعب الذي يمكن أن يحتضن بطولات مستقبلا قد تنظم على أرضية هذا الملعب. بهذا النسق، بهذا العطاء، بهذا الأداء، تحديات قد تكون حاضرة، قيمة فنية كبيرة. وصلت الكرة، شاهد المتابعة، التغطية والتأمين. وحتى هذه اللحظات التي تكون هي اللحظات الحسم في الشوط الأول، كرة ثابتة لدى وصل دويبي، وصل نجم الفيصلي. الله على ذكريات هذا اللاعب مع عماد ستير، وذكريات هذا اللاعب مع الكرات الثابتة. شاهد الآن هذه اللقطة، تابع هذه الكرة، وصل دويبي يتقدم. يا الله يا الله على كرة لعبة عالية مرت ومعها. أيها الأحبة، يطلق حكم اللقاء المهندس سامح سمير صافرة معلن عن نهاية شوط أول مميز وجميل. عيسى عبد الفاتح وجود عند الأمن البوابة. نعود مرة أخرى، لعبة وصلت الآن، الفيتا كنترول، لف ودار، الأسطورة من بين الأقدام، لكن عدت الآن جانبية، هناك لدى أبو نوران، عن نوران إليه يلعب الكورة، وينك يا مروان؟ كنترول، لكن وينها؟ عدت الآن إلى خارج أرضية الميدان، إلى تماس لصالح المنتخب الغربية.
لمسه وصلت لوصي نزل باتجاه باولو، باولو اماميه وين كفلاته تمويه تغطيه جي تي جي تي جي تي جول 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 الله وسام كوتي حطه في المرمى البديل الناجح في لعبة المافيا واللعبة المافيا خطف الجيتي من لا شيء إلى نفس الثالث الآن لمنتخب الغربية. أوه على لعبة أوه على كورة، يلا يا باري يلا يا عبد الفتاح يلا يا الأكاديمية إني أكسر الآن ركلة الفعل. الكورة من الجحفر مقطوعة على كوتي، كوتي لعيب نقلة على اليسار على الآن تبتلي لمسة والله العظيم يرجع من قريب منتظم الملعب مقطوع الكرة يلعبها ماهر بلاتا ماهر بلاتا. هل تراني أقول دائما أنه خانتك الخبرة يا ماهر أم أنك ستحضر ذهنيا لتتواكب مع الحدث. ارجع الكرة من جديد من عمر ماجد المهندس يلعب لعناد الأزيدي عناد عناد هو عناد بالعناد يا حبيبي بالعناد بالعناد وبالقوة عاملة للقارات. كورة ما يجيبها إلا لاعب من صفك يا حناد يا يزيدي يا نجم يا يزينا الله 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 رائعة جدا رائعة جدا قوية جدا حلوة جدا صعبة صعبة. العين المجردة ما تشوفها هذه يا يزيد، العين المجردة ما تشوفها عيدوها على ميديتك بالله عيدها كم مرة يا عيسى جيبها مرة ومرات. وعناد اليزيد عنده نقطة للعالم تتحدث كورة ما يجيبها إلا مهاري ما يجيبها إلا فنان. يا يزيدي عناد ريان سميه ما شئت هو فنان الكرة المكية بطولة المملكة مع الرواد بطولة الرابطة مع أكاديمية نور هذا العام. يا سلام يا سلام يا سلام التعادل يحضر لعناد العناد. ارجع الكرة من جديد ملعوبة مرو يا مرو مرو يا مرو مروان يلم الكرة العبها جانبية عناد الله على جنبلي جنبلي. يا سلام يا سلام النقلات القريبة واصلة واصلة برضو معك يا ماهر برضو معك يا ماهر راح تسحى وتصحصح صغير نراعيه صغير نجم يبقى عذر لكن ما حطوك الا ومستوى كبير ما حطوك الا وانت قادر. ارجع الكرة ماهر قادر نعيم الجزائري هذا نعيم هذا نعيم من عرفوا احد ايقونات اكاديمية نور متواجدا اداريا متواجدا كذلك منذ ان كان لاعبا لعديد الفرق المنافسه والكبيره فريق الباري كان اشرها يا نعيم. بعد ذلك اصبح الصديق القريب لمحمد نور اصبح رفيقا لاكاديميه نور. عناد راح اليزيدي راح اليزيدي بينما سامي الصقور خلصه انكسر في المساحات الكبيره سامي سامي خطرة وصل الزوابي وبيقول اطربي يا كرة ان كانت لك من هذا النوع فرقة عبد الرحمن البني وعبد الله طاهر تتقدم بالاربعة. وصل الدوابي هدف لا يقل عن روعة ما شاهدناه من حناد اليزيدي. محمد نور بالراس وجعفري ياتي بالمكان المناسب وجعفري دائما يمنع الجحفلة جعفري يمنع الجحفلة. الله 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 يا ماجد ألا تعلم من أمامك الله يا ماجد تبقى أمام الرسام ليش عزورة خلاص انتهت المباراة بسبب الانتصار الحسني لأربعة لمنتخب الغربية وثلاثة لأكاديمية نور. ليلة جميلة جدا وسيتم تكريم الفريقين بعد نهاية هذه المباراة. شكرا لكم كنت معكم في الوصف الأخير سليمان أبو رامة قبلي عبد القادر بناوي وهاني بلبل يعود الميكروفون إلى أرض ملعب المباراة.
فريق مقدرنين مكة كابتن اديني انطباعك عن الافتتاح. اول شيء السلام عليكم، يعطيكم العافيه على حضوركم اليوم والتغطيه لهذا الحفل الكبير. مباراه كانت ما شاء الله رائعه بين الفريقين. اشكر عبد الرحمن الفني على اختيار مجموعه ما شاء الله متالقه، اليوم قدمنا مباراه حلوه امام اشقائنا وحبايبنا فريق ابو نوران. كانت مباراه حلوه، متعنا الجمهور، كسبنا المباراه. هارد لك الفريق نور، مبروك لنا. أشكر الفني كمان مرة ثانية الصراحة اللي اليوم خلانا نستمتع في المباراة زي هذه مع الأجواء الحلوة الممطرة. الله يعطيكم العافية على الحضور، شكرا لكم. كابتن أحمد الأنصاري رئيس أكاديمية روسيل وكابتن، حدثني عن الافتتاح. الافتتاح الحمد لله أنه كان يعني من الافتتاح المختصر والجميل، وبارك للجمهور على حضورهم والضيوف والمصورين وكل من أقام على هذه الأكاديمية، أشكرهم من أعماق قلبي وألف ألف شكر لهم. كيف شفت المناورة الافتتاحية بين مدربين ومخضرمين؟ والله الحمد لله أنه مباراة جميلة تليق بسمعتهم وبمستواهم، والحمد لله يعني أقاموا بمجهود لا يعلى عليه، وأشكرهم جزيل الشكر. كابتن أديني كلمة تنهي فيها اللقاء. أقول أشكر من حضر، وأشكر اللاعبين المخضرمين، وأشكر أكاديمية نور، وأشكر كل من حضر، من طفل، من أب، من جد، من أخ، من صديق، من حبيب. أنا أشكركم ويعطيكم ألف عافية، وأشكر الكابتن الفني له أثر كبير في هذه المناورة، وأشكره على جهده والله يحفظه ويخلي لعياله. كابتن إيش طموحات الأكاديمية؟ طموحات الأكاديمية إن شاء الله أنه هنوصل بمستوى راقي جدا على مستوى مكة إن شاء الله بالأكاديمية، بحضور الراعي الرسمي شركة أحمد عبد الشيخ الداعم، وبإذن الله في المستقبل حيكون لها صيت وسمعة، وبإذن الله حتكون مسجلة في الاتحاد السعودي في أقرب وقت إن شاء الله. يعطيك العافية وألف مبروك الافتتاح. الله يبارك فيك وشكراً، يعطيكم أنتم العافية. كابتن عبد الله طاهر مدرب فريق نجوم الغربية، كابتن جين انطباعك عن افتتاح أكاديمية لويس. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ويعطيكم العافية على الاستضافة،
ويعطيهم العافية جميعا القائمين على المناورة هذه. صراحة مناورة استمتعنا بها وكانت مباراة تنافسية، والحمد لله الكاس كان من نصيبنا. ألف مبروك. كلمة تقدمها للمنسق منسق المناورة كابتن عبد الرحمن فني. الله يبارك فيك ويعطيه العافية، والله ما قصر، وكانت مناورة صراحة حبية وكانت مناورة تنافسية، والحمد لله انه احنا جينا عشان ناخذ الكاس واخذناه الحمد لله. الف مبروك، يعطيك العافية. الله يعافيك. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الف مبروك لاخونا احمد الانصاري الافتتاح. واول شيء حاب اشكر المنظمين بطولة الافتتاح الكاس، وشكرا على اكاديمية نور، وشكرا للكابتن فني على دعمنا، والف مبروك لنا. وحاب اقدم تباريك لاحمد الانصاري الملعب مره ثانيه. حاب اقدم اول شيء واقول انه كل التوفيق لهم، وان شاء الله بدايه خير وكل التوفيق. احب اشكر قائمين الملعب واصحاب الملعب، كانت مناوره جميله، والله يوفقهم ان شاء الله في الاكاديميه، والملعب ما شاء الله تبارك الله جميل، والله يوفقهم ان شاء الله. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. أول شيء نشكر جميع القائمين من شبكات، من منظمين، من داعمين، من رعاة. شكر خاص صراحة للأستاذ أحمد الأنصاري أبو ريان مدير الأكاديمية على الاستقبال الجميل والحفاوة، على سعة صدره. وما أنسى أخونا وكابتننا الكابتن حمدي، صراحة كان متواصل معانا ممكن من قبل شهر صراحة، وهو كل بعد يومين ثلاثة يشوف فين وصلنا. إلى اليوم صراحة كان كرنفال جدا كروي جميل، جمع أساطير كرة القدم، جمع نجوم الغربية، جمع رؤساء، جمع شخصيات رياضية كبيرة. ولا ننسى أيضا نشكر أكاديمية نور بقيادة الأسطورة الكابتن محمد نور، الكابتن آدم نور أبو نواف صراحة، على تشرفهم لنا ومقامة المباراة التكريمية للأكاديمية وللافتتاح أكاديمية الرسيل. شكراً.